الحياة لدرجة ان هما كانوا بيقدسوها ما بعد الموت كمان. عايزين كمان حد وخلاص امنوا بانها هتستمر لان الشمس مستمرة، فانا هستمر زي الشمس. تمام. وبما ان الشمس بتشرق انا كمان هشرق بعد ما كانت ماتت في الغرب. تمام. ومن هنا انتشر على النت وللأسف الشديد بتتكتب ساعات في اعداد لكتير من المحطات. فدي فرصة كويسة ان احنا نصلح دي. بيقول لك ايه، المصريين كانوا في يوم شم نسيم بيروحوا يقفوا قدام الهرم عشان يشوفوا الشمس وهي بتشطر الهرم كذا، فبتبقى احتفالية الايه الحياة، وكان لسه سامعها في تلفزيون ما يعني قبل ما اجي. تمام. مفيش حاجة اسمها المصريين يروحوا الهرم لان الهرم في الغرب، والغرب ده جبانة والمصري عايش في الشرق. يبقى مبدئيا مفيش حاجة اسمها الشعب كله راح وقف قدام الهرم. فلازم ناخدوا بالنا علشان الايه المعلومات الهيرسي دي اللي عماله تتقال على النت دي ما ناخدش تاريخنا من النت. ادي واحد. اثنين، المصري القديم كان عنده ثلاث مواسم في السنه، موسم بيرت اللي هو الشتاء، عشان كده الدنيا بيرت برد، جت من بيرت يعني، شايف مصر اللي سمت الاشياء باسمائها. نار عليك. خلاص. نمره اثنين، عندك واحد اسمه الاخط وده الفيضان، وعندك واحد اسمه شامو وده الحصاد والصيف والربيع. اللي ابتدى فلكيا 21 اللي فات، يعني ادي الربيع عاد من تاني. فريد الاطرش كان المفروض يعملها 21 مارس مش النهارده. يعني انت اوريدي في الهارد او في قلب خلاص، انت دخلتي الربيع خلاص. ففكره فدي حاجه خصوصيه في اليوم ده بالظبط كده، هو دي حاجه خصوصيه في اليوم ده. ففلكيا وتقويميا كان عندك ثلاث مواسم بس مش اربعه في مصر القديم. تمام. فبالتالي قررت الحكومة المصرية القديمة بيان رسمي، وانت اول واحدة عملتي حكومة مركزية في الدنيا، حكومة مركزية يعني في وزراء والملك بيختار الوزير والوزير بيجي له جواب تعيين. احنا عندنا الوزير رخمي راه في البر الغربي من الاقصر كاتب جواب التعيين لجاله من جحطوس الثالث. جحطوس الثالث بيقول له كده، بيقول له لا تفرغ من الذي امامك حتى ياتي كل ما في جوفه. الملك بيحط وزيره بيقول له ما تخليش بني ادم يمشي من قدامك وهو مقدم الطلب غير لما يطلع كل الطلب من بقه، ولا تفرغ كل ما في جوفه، كل الشكوى اللي عنده ما تمشوش غير لما يقولها لك. فيرد عليه رخ براعي الوزير، بصوا يا مصريين، يرد عليه يقول له ايه، لن اشوه وظيفتي بتقبل الرشوه. الاثنين بياكدوا لبعض النظافه في الحكم. فاصدرت الحكومه المصريه ان اول كل يوم من كل موسم عيد. واو، اول كل يوم من كل موسم عيد رسمي يعني للبلاد، يعني ثلاث مواسم. برافو عليك. يبقى يوم 21 مارس اللي فات ده اجازه. وكلمه عيد بالهيروغليفي حب. ياه، عمرك شفت ارقى من كده؟ حب حب. ونفس كلمه حب بالهيروغليفي يعني اجازه. يعني نحب بعض في الاجازه. خلينا نشوف المصريين بقى فاهمين وعارفين وحاسين. فيلم اجازه حب. معنى كل الكلمات الجميله دي اللي اجدادنا مفروض زرعوها لينا وزرعوها فينا ولا لا. هنشوف مظاهر الاحتفال بشم النسيم النهارده مع المصريين في هذا التقرير. ورنجة والكلام ده، وانت يعني بقول لهم يعني هاتوا بس يعني القليل حلو. بيخرجوا للجناين ويقعدوا يعني الفسيخ طبعا، والرنجة معروفة دي حاجة زي ديت يعني. طبعا كان في عادات تانية تقاليد زمان بس خلاص يعني بقت الفسيخ والرنجة دلوقتي. تعرف بقى الرنجة والملوحة والجناين والفسحة، واخد بالك، دي تقليد للمصريين.